السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله، معنا في هذا اللقاء الرابع من لقاءات مقرركم السيرة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة وسلم تسليما. ما أدري تذكرونني عند أي شيء توقفنا عنده في اللقاء السابق. الصوت قليل. طيب اسف اسف، خفضت على الصوت. كيف الان؟ كيف الصوت الان؟ كيف الصوت يا اخوان؟ في صدى شوي. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ جميل. وصلنا إلى الدعوة الجهرية. عليكم السلام، حياك الله يا فارس. دام أن العدد قليل، أنا أفكر أن يفتح لكم المايك اللي يريد أن يشارك بالصوت يرفع يديه فقط ويأخذ المايك. نعم، توقفنا عند المقصود بالسابقين الأولين للإسلام. لا، وصلنا يا أخوان عند أول من آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند أساليب قريش في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أساليب قريش في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نبدأ من هنا. أقول، كانكم تذكرون يا أخوان، تحدثنا في اللقاء السابق عن الدعوة السرية والدعوة الجهرية. وقلنا أن الدعوة السرية استمرت 13 سنوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار الأرقم. لماذا بدأ السرية؟ حتى لا يتصادم مع قريش و يثيروا أعداء بشكل مباشر.
قد جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل متدرج إلى أن ذاق الله تعالى إلى أن مصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس جهرة. وكان أول من بدأ يدعوهم هو عشيرته الأقربين. لماذا؟ يستقوي بهم. هذا واحد. أيضا يا أخوان سندا ويستقوي بهم حسن في ماجدة. مهل جيد أحسنت لأنهم مهل جيد لأنهم هم اللي حيصدقوه أكثر من غيره لأنهم أكثر متوقع أكثر الناس متوقع الإسلام. طيب أحسنت يا مها ويا فايزة. لا بأس لأنهم الأقربين لأنهم حق الناس بدعوتهم لهم حق على غيرهم لهم حق على النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم له فهم أولى بغيرهم أو أولى من غيرهم أن يصلح النبي صلى الله عليه وسلم حاله يعني لا يوقع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس ويدعوهم ويصلح حواله ويترك أهل بيته وقرابته يتركه هكذا كلام يا أخوان. طيب ما هو موقف قريش لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس جهرة؟ في البداية لم يكونوا يهتموا بأمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقوا لها بالا. لماذا لم يكونوا يلقوا لها بالا؟ كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم من الكهان الذين ظهروا في تلك الفترة. أي نعم يا ماجدة. كانوا يظنون أنه من الكهنة قد ظهر العديد من الكهنة في ذلك الوقت حتى أن قريش كانت أحيانا تلجأ إلى الكهنة لحل مشاكلهم. أحد يعطينا مثال على ذلك أن قريش لجأت إلى الكهنة لحل بعض مشاكلهم. يا السلام عليك يا عبد الله. أحسنت يا عبد الله. يا السلام عليك يا عبد الله. ممتاز ممتاز ثقافتك عالية يا عبد الله ما شاء الله عليك. أحسنت بارك الله فيك. أي نعم اللي هو قصة فدية عبد الله عبد المطلب أو قصة فدية عبد المطلب لابنه عبد الله. تذكرون أو ما أدري يعني يبدو أني مررت عليه مرورا سريعا. طيب خليني أعطيكم إياه دام أخونا عبد الله ذكر هذه السالفة وهذه الحادثة ومن الصدف أن الحادثة يا عبد الله واسمك عبد الله يا أخوي عبد الله. طيب طبعا هذا يتعلق يا أخوان يا أخوة يا أخوات بحادثة بئر ماء زمزم. يتعلق بحادثة بئر ماء زمزم. أما لما أراد أو لما حفرها تجمعت قريش ورادوا أن يأخذونها وما كان له أولاد كثيرون ينصرونه اللي هو عبد المطلب
فنذر نذرا إذا رزقه الله عشرة من الولد ينصرونه ويحمونه وكان يدفع أحد. طبعا جاءه أولاده بلغ عددهم عشرة وكذبوا، فقرر أن يوفي بنذره فمنعوه. وإخوانه منعوه أن يذبح. طبعا وين يذبح اللي صارت على عبد الله؟ اللي عبد الله وين ذهب؟ عبد المطلب ذهب إلى أشدى الكاهنات في خيبر شمال المدينة، وهي التي أخبرته أن يقرأ القرعة ما بين عشرة من الإبل وابنه عبد الله، فأيما وقعت أو إذا وقعت القرعة على ابن عبد الله يزيد في الإبل عشرة 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 لين تقع القرعة على الإبل، فصار كل مرة يقرأ تأتي القرعة على ابن عبد الله فيزيد مئة من الإبل، ثم يقرأ إلى أن وصلت عدد الإبل مية من الإبل. فلما قرأ بعد هذا العدد اللي هو مية من الإبل صارت عليها القرعة فذبحها كلها. هذا نموذج من نماذج التجاء قريش أو المشركين إلى الكهنة. أحسنت يا عبد الله. متى بدأ قريش يعادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بدأوا يعادونه لما بدأ يعيب آلهتهم يحذر منها ويصف آباءهم بالضلال، يقول إن آباءكم كانوا على ضلال لم يكونوا على هدى وأنتم إذا اتبعتموهم يعني يا قريش أصبحتم ضالين مثلهم. حين بدأت قريش يدخلها شيء من العصبية ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتكلم في آبائنا؟ يعني كلنا يا أخوان من غير استثناء ما حد يروى أن أحد يجي يتكلم في أبوه أو في جده أو في أسرته، يرى أن ذلك منقصة فيه. وهذا الذي جرى تماما لقريش، لما رأوا ذلك جاءهم شيء من العصبية فبدأوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم يحاربونهم، واتخذوا في ذلك عدة أساليب. مطروح لكم السؤال، ما هي الأساليب التي اتخذتها قريش لمواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم أحسنت أحسنت. ما شاء الله أحسنت كل اللي ذكرتموه صحيح. طيب دمكم أنكم ذكرتموها أوجزها. يعني منها أشياء قولية ومنها أشياء فعلية، من تلك الأساليب السخرية والاستهزاء، حتى أنه في مواسم الحج كانوا يظهرون للناس ويسخرون منهم، يقول لا تتبعون هذا الساحر سوف يفرق بينك وبين الناس أو بين الرجل وأخوه وبين المرء وزوجه وهكذا. حتى أن أبو جهل عفوا أبو لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوه سمعته في موسم الحج حتى لا يتبعه الناس، تهمه في السحر والكذب وأنه شاعر ونحو ذلك. أنهم جاءوا إلى الوليد بن المغيرة، قال زعيم من زعماء قريش، قالوا يا الوليد بن المغيرة قل لنا شيء نقول له نقوله للناس حتى ينصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلاما عجيبا،
فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت فيه تناقض، يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناقض ذلك حيث قال والله إن لقوله لحلاوة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا ماجدة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعلم، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. يعني يقول مثني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ما في شيء كذب أو في شيء متناقض أو في شيء فيه سذاجة، ولو قلتم مثلا أنه ساحر بيعرفون أنه مو بساحر. فقالوا وش نقول؟ قال شوف بعد هالكلام ومن بعد هذا المدح يا عبد الله، قال قولوا انه ساحر. شوف ناقض نفسه، مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قولوا انه ساحر يفرق بين المرء وابيه وبين المرء واخيه وهكذا. ايضا من اساليب كانوا يمنعون الناس من سماع القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا القران بدوا يصفقون ويتكلمون ويرفعون اصواتهم ويذكرون القصص حتى يصرفون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يثيرون الشبهات، ومن الأساليب الفعلية وتعذيب المسلمين خاصة المستضعفين، ومنهم بلال بن رباح، ومنهم عمار بن ياسر وأسرته، ومصعب بن عمير وغيره. وأيضا من أساليب مفاوضة أبي طالب، يعني كيف فاوضوا؟ جاءوا لأبي طالب قال جاء ابن أخيك ونعطيك مقابل كذا، هذا أسلوب المفاوضة، يعني اترك مناصرة النبي واترك مناصرة محمد صلى الله عليه وسلم ونعطيك بالمقابل كذا، حتى أنهم من السخافة فيه جاءوا إلى أبو طالب قال سلم لنا محمد مقابل أن نعطيك فتى من فتيان قريش، يعني واحد بواحد. فاستغرب أبو طالب قال الحين أعطيكم ابن أخي تقتلونه وتعطوني واحد في المقابل ذلك، فطرده اللي هو أبو طالب. حتى وصل بهم الأمر جاءوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال، سمى صلب المغريات، جاءت أيضا صلب المساومات والتنازلات، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعبدوا إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فذق الله تعالى قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب طلب المعجزات، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تحيي آباءنا الذين ماتوا من قبل، وحتى تنزل الملائكة من السماء وتحول الجبال إلى ذهب. سبحان الله لم يستجاب لهم في أي معجزة، هم طلبوا المعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لم يجيبهم. يعني لماذا لم يجيبهم الله عز وجل؟ نعم يا منال، رحمة لهم، لأنهم لو رأوا المعجزات ولم يؤمنوا ايش بيصير لهم يا أخوان يا أخوات؟ نعم حسنت يا عبد الله، يحل عليهم العذاب كما حل بالأمم السابقة. كانوا قوم صالح لما قتلوا الناقة وكانت الناقة معجزة أرسلت لهم، فلما قتلوها حل بهم أو حلت بهم العقوبة، ولم يستجاب لهم في معجزة إلا معجزة واحدة، وهي يا أخوان أحد يعرف يا أخوان أخوات؟ نعم أحسنتم، انشقاق القمر، طلبوا معجزة فدعا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل لنبيه فانشق القمر قسمين، يعني القمر الدائري هذا صار مقسوم قسمين وهم يرونه، ثم رجع والتحم مرة أخرى، فأزرق الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. لما رأوه المشركين شقاق القمر قالوا وإن يروا آية يقولون هذا سحر مسلم، قالوا بس هذا هو السحر، سحرنا النبي وسحرنا محمد حتى رأينا القمر نصفين، وما زادهم ذلك إلا
إنكارا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أساليبهم أيضا أسلوب الاعتداء، اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يقتلونه، لكن الله عز وجل حماه منهم. من أساليب قريش أسلوب المقاطعة العامة وما يسمى الحساب الاقتصادي، قاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب ومن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبيعوهم ولم يشتروا منهم ولم يزوجوهم ولا يتزوجون، واستمروا على ذلك 3 سنين، وكتبوا بذلك صحيفة أو كتاب ووضعوه في جوف الكعبة معاهدة. استمروا 7 سنوات حتى أن المسلمين أصابهم المجاعة، صاروا يأكلون أوراق الشجر ونحوه. فأسباب الأذى قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأصحابه بالهجرة، بالهجرة من خارج مكة. طيب، أين ذهب المهاجرون؟ أو ما هي الأرض التي الأرض اختارها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لهجرة أصحابه؟ الحبشة. الحبشة اليوم وش تسمى يا أخوان؟ يا أخوة يا أخوان؟ أي نعم، الحبشة تقريبا أثيوبيا جزء من أريتريا، أثيوبيا جزء من أريتريا، وكانوا على النصرانية، وكان في ذلك الوقت على قوة، حتى أن العرب كانت تهاب. ومدي هل ذكرت لكم من قوتهم استطاعوا أن يسيطروا على اليمن، فلأن من قوتهم أدخلوا الفيلة إلى الجزيرة العربية وكادوا أو أرادوا أو هموا بهدم الكعبة، لكن الله حماها من شرهم. كان يحكمها على وقت النبي صلى الله عليه وسلم ملك عادل، لأنه نصراني، لأنه اتسم بالعدل. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يذهبوا، لا ليس فرق اسم النجاشي، وليس اسمه النجاشي يلقب بالنجاشي، يلقب بالنجاشي، ليس اسمه أصحمة. قصحمة؟ لا لا، ليس قصحمة، أكتب لكم يحسب كتبها عبد الله قصحمة. إيه نعم، أسلم لقصحمة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. يحسن في أفايز قصحمة. فخرج، طبعا هاجر المسلمين الى الحبشة مرتين. المرة الأولى خرج قرابة 12 رجلا وأربعة نسوة، فيهم عثمان بن عفان زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى الحبشة وبقوا فيها فترة، لم يمكثوا فترة طويلة بل رجعوا. بمعنى رجعوا، سؤال مطروح لكم، نعم ظهرت إشاعة، نعم أحسنت يا ماجدة، بأن قريش أسلمت. طبعا لها قصة ليش أسلمت وهذه، أنا أتوقع أنت عبد الله، أي السلام، توقعت أنت اللي بتجاوب يا عبد الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. كيف سجودهم طيب يا عبد الله؟
اي نعم، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا امام الكعبه يقرا، وامامه مجموعه من المشركين. تذكرني بالايه يا عبد الله اللي فيها السجده دي، ذكرني بالايه يا عبد الله. قبلها يا فايز احسنتي، طيب حتى ما أطيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من سورة النجم حتى وصل إلى موضع السجود فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش أول مشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكذا تأثروا من بلاغة القرآن الكريم، تمام، فسجدوا مع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو لي أن الصحابة اللي كانوا موجودين حولهم لما رأوا سجود قريش وظنوا أنهم أسلموا، فبدأوا يتناقلون الكلام. اكتشف سبحان الله سرعة الإشاعة، الكلام هذا في مكة والمهاجرين في الحبشة وبينهم مسافة بعيدة، بينهم البحر الأحمر كاملا. لكن شفت سرعة الإشاعة خرجت من مكة وعبرت البحر ووصلت إلى الحبشة، تمام، بأنهم قد أسلموا. طبعا هنا تجاوز فيها، دخلت في هذه الرواية، في هذه الرواية رواية السجود وكذا شيء من الضعف. طبعا هي معروفة عند أهل السير بتعريف عبد الله، أو أي أحد معروفة عند السير الحادثة في قصة، أحد يعرف القصة هذه؟ دائما يذكرونها أو يقفون عندها أهل السير وأيضا المحدثون أيضا يقفون عنده. قصة مدري في صوت يا أخوان، يبدو لنا انقطع في صوت، في صوت يا أخوان، جميل. هذه إذا ذكرت الحادثة هذه بكتبها لكم هنا، تدرس بحادثة قصة قصة الغرانيق. اي نعم، لها حادثة طويلة وفيها روايات، في حتى ان الألباني رحمه الله المحدث ألف كتابة في تتبع مرويات هذه القصة وبيان ضعف قصة الغرانيق. لا تهمكم، لا تهمكم، بل تهمكم لكن فيها توسع وفيها كذا، لكن أنتم ربما كغير متخصصين لستم بمطالبين بها، لكن عندنا نحن في القسم التخصص نبحث في مروياتها وأسانيدها وصحتها كتخصص. طيب تجاوزها، هل يهم منكم تعلمون سبب عودة المهاجرين للحبشة في الهجرة الأولى، سبب عودتهم اللي هو إشاعة إسلام قريش؟ رجعوا للمهاجرين وبقوا فترة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. لاحظوا يا أخوان أن الهجرة لم تكن علانية بل كانت سرا، كانوا يتخفون حتى يخرجوا من مكة ولا ويختفون عن أنظار قريش. فخرج في مرة ثانية قرابة 83 رجلا وثمانية عشر امرأة، وذهبوا، نعم فرادا وسرا احسنت يا حسان، وذهبوا الى الحبشة وبقوا فيها فترة من السنة، يعني بقوا فيها من السنة السابعة من البعثة الى سنة سبعة من الهجرة. كم سنة هذه؟ 14 سنة من السنة السابعة من البعثة، يعني قبل البعثة، تمام، تقريبا قبل البعثة ب6 سنين، نعم 6 سنين، واستمروا يعني قرابة 13 سنة إلى 14 سنة، أحسنت يا حسان. إيه نعم، قبل البعثة أقصد، عفوا قبل الهجرة، آسف، أو نقول من البعثة، أحسنت يا عبد الله، سنة 7 من البعثة،
نقول هو اللي استخدم مصطلح السلف السابع من البعثة، ما يستمع ولا يستخدمون مصطلح قبل الهجرة، يقولون السلف السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الهجرة فيقولون واحد هجري، اثنين هجري، ثلاثة هجري، أو الرابع من الهجرة، وهكذا. واضح يا أخوان؟ إذا خرجوا المهاجرين من الحبشة الثانية في المرة الثانية في السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا فيها إلى السنة السابعة من الهجرة، قرابة 13 سنة. طبعا هنا حاول قريش أن يعيدوا هؤلاء، تسلطوا عليهم حتى مع أنهم بعيدين عنهم، إلا أنهم تسلطوا عليهم، فأرسلوا رجلين من جهاتهم اللي هم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة. طبعا عمرو بن العاص بيصير له، لا ليس أبو سفيان، عمرو بن العاص بيصير له شأن فيما بعد، اللي هو عمرو بن العاص هذا داعي واحد جهات العرب، فعن جهات العرب يقسمون، طبعا تقسيم ما يبدو أنه أدبي أكثر منه حقيقة، جهات العرب السبعة أو كذا، إنه عمرو بن العاص وغيره الدهات، يعني الذكاء فيهم ذكاء مفرط. ذهب عمرو بن عاص عبد الله بن ربيعة إلى النجاشي، طبعا لما ذهبوا كان يبوا على شكل سفارة كسفرة، جاءوا معه بالهدايا وقدموه للنجاشي، ثم طلبوا منه طلب، أجابهم عن طلبهم، قالوا إنه خرج منا ناس يعني مرتكبين جنايات أو ارتكبوا أفعال أو جرائم، يعني بهذه الصورة، وقالوا كلاما طويلا، قالوا خرج لك مجموعة من غلماننا ومن زبعانا، لكنهم يقصدون خرج من عندنا وهرب من مكة ناس عندهم جنايات، وطالبهم يعني يطالبهم بالمحاكمة بهذا المعنى يا أخوة. أتمنى أن تستوعبوا ما أقصده. طبعا النجاشي من إنصافه وعدله لم يسلم، قال يلا هذول الجنات خذوهم وعاقبوهم، خلوني أستمع لهم، استمعت لكم يا عمرو بن العاص عبد الله، خليني أستمع لهؤلاء اللي هو الطرف الثاني. فأرسل إلى المسلمين قال لهم أرسلوا واحد يتكلم بالنيابة عنكم، فما وجدوا إلا جعفر ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. جاء جعفر بن أبي طالب يبدو لأنه اسمحوا لي على هذه العبارة، أي شيء في قلبه يخرج مباشرة على لسانه، وش يقصد بذلك؟ اللي هو جعفر بن أبي طالب، أي شيء على قلبه يخرج مباشرة على لسانه، صريح سنتي أنجم، صريح كان فيه صراحة وصفاء النية، أيضا كان فيه صراحة. جاء هذا جعفر بن أبي طالب، طبعا جاء النجاشي ملك وحاكم وسهل تمام، واستضاف المهاجرين مرتين. جعفر بن طالب مع حسن ضيافة النجاشي لم يجامل، تمام، أي شيء على قلبه وأي شيء على الحق مباشرة قاله من غير مجاملة، وكان هذا يعني من الأمور التي أنقذت المسلمين في ذلك الوقت، اللي هو صراحة جعفر بن أبي طالب. جاء جعفر بن أبي طالب شو بدأ يسأل عدة أسئلة، أنتم وش ليش رجيتوا عندي، لماذا رجيتوا عندي، ما الذي جرى لكم، كان يجيب جعفر بن أبي طالب. حتى من الأسئلة قال إن هذول يقولون إنكم عليكم جنايات وإنكم ارتكبتم أفعال، قال على صحيح، قال لا والله، كل اللي فعلناه أن عبدنا الله ولم نشرك به شيئا وقمنا الصلاة وكذا، وهؤلاء رفضوا. المهم صار حوار بين النجاشي وبين جعفر بن طالب، اقتنع النجاشي من هذول والله ما سووا أي شيء ولم يرتكبوا أي خطية، فاعتذر من عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اعتذر من، قال ما عليهم أي شيء أو جناية حتى يرجعوني. فخرج عمرو بن العاص، فلما كان من الغد قال صاحبه اللي هو من يا أخوان وين رحتوا؟ يا أخوة يا أخوات الصوت واضح معي، هي عبد الله بن ربيعة. عبد الله بن ربيعة كان والله لا أقول لنا
أمام النجاشي مقولة غدا حتى أوقعن بهم. يعني اسمحوا لي أيضا على هذه العبارة بالعامية، أريد أن أنكبهم، حطهم في مصيبة في نكبة. لما جاء المغفر ومقابلة النجاشي فاستغفر، قال وش عندك ما لا تريد؟ قال إن هذولي، يقصد المهاجرين، يقولون في عيسى كلاما لا ترواه. سألوا شي يقولون ما جاوب، وهذا أيضا من داع عمر بن العاص، خلاه من باب أسلوب التشويق، قال رش أسألهم شوف شي يقولون. وأيضا هنا نستفيد، يبدو لي والله أعلم أن عمر بن العاص كان لديه شيء من العلم، وش دراه أن المسلمين يقولون أن عيسى بن هو ابن مريم وأنه نبي وليس ابن، يبدو لي أن لديه شيئا من العلم، علم أو علم الكتاب أو كذا، ما أستبعده، لكن كيف قال هذا الكلام؟ ادعي أنتم يا أخوان. فاستدعوا جعفر بن أبي طالب فسألوا النجاشي، قال أنتم ايش تقولون في عيسى؟ طبعا النصارى يقولون هو ابن الله وفي كذا وكذا، ويجعلونه من الآلهة الثلاثة، وكان مباشرة هذه أيضا من صراحة جعفر بن أبي طالب، قال والله ما نقول إلا أنه عبد الله ورسول. طبعا كان في المجلس مجموعة من القصص والرهبان يسمونهم البطارقة، يعني رجال الدين، فأول ما سمعوا كلام هذا بدوا يتكلمون ويتلفوا وشو هذا، وما بدوا يعني يعتذرون على كلامه، طلعوا وارتفعت أصواتهم، يعني صارت مشكلة في مجلس النجاشي. فقال النجاشي والله ما قال فيه إلا الحق، وأيد كلامه، كلام يقول النجاشي أيد كلامه، بل إن جعفر بن طالب قال عليه سورة مريم. طبعا السؤال كيف قراها؟ هل قراها باللغة الحبشية أو باللغة العربية؟ هل النجاشي كان يعرف العربية؟ هاي أخوان، إيه نعم أحسنت يا عبد الله، ترجمة في مترجم، في مترجم يترجم، نعم يقرأ بالعربية ويترجم له، معروفين الترجمان والترجمة، معروفين يترجم له. فتأثر النجاشي بك وأصر على إبقاء المهاجرين عنده، ولم يسلمهم ولم يرجعهم إلى قريش. سلام حمزة وسلام عبد الله، طيب هذا ما يجينا، خلص الوقت يا أخوان، ودنا نمشي، يعني بقالنا 5 6 7 ثمانية، بقالنا 4 لأننا ننتج أقل كثيرا والله في الهجرة في الحبشة. هي جميلة حتى أن أحد المؤلفين ألف كتابا جميلا على الحبشة، والله ما يحفظه اسمه الآن، لا أتحدث عن مهاجرة الحبشة وما جرى فيها من أحداث وأسماءهم، وتحدث عن من ولد من الصحابة في الحبشة، طيب خلاص انتهيت هنا. أي أسئلة أو استفسارات؟ أي أسئلة أو استفسارات؟ وياك. وياك. اللي يريد يخرج فليخرج. كتاب تبع المادة ما بالكتاب يا، ما في كتاب عندي يا نورة، أختنا نورة ما في كتاب، أنا كنت عندي أسئلة وكذا وراجعوا أي مذكرة، ما يهمني المذكرة، بس أهم شيء بعد أنا ملخصات، مذكرة نبراس تنين، نبراس جيدة طيب، تنين أي شيء.
المكتبة الرقمية يكفي. والله ما أدري إيش تقصدين بالمكتبة الرقمية يا أمجاد، ما أدري والله إيش المقصود بالمكتبة الرقمية. يكفي. ما في شيء يا اخوان، او نطلع يا اخوان يا اخوات، في شيء ولا نطلع؟ نطلع. طيب جزاكم الله خير، نلتقي ان شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان.